مع الفعاليات والسينما. يعني السنة هذه غير طبعا. بداية الصيف طبعا كان في فعاليات بالرياض، رحنا الفعاليات جدا ممتازة، تنقلنا في العديد من الأماكن في الرياض وفي جدة. أروح بس المجمعات، أروح للمطاعم، أروح لأي شيء، وكلها ساعة صدر. طبعا خليت الأهل السينما، كان ودي أن نحضر الحفلات اللي قامت في مركز الملك فهد الثقافي، بس ما حصل نصيب. سافرت لباريس وسافرنا لهولندا، لندن، أمريكا، أوروبا. إيه هي خلاص يعني ما يحتاج الواحد يسافر، خلاص كل شيء موجود وكل شيء متوفر عندنا، كل شيء. حنا الحين المفروض حنا نستقطب السياحة عندنا. كل دولة سافرت فيها ولا عجبني إلا الرياض. رحنا بداية الصيف كان في سيرك بمخرج 9، مرة كان حلو صراحة. أنا أحب الكلب وحتى لو الصحراء أحبها. رحنا رياض بارك، والفعالية من هيئة الترفيه قبل يومين كانت موجودة في أيام العيد، والبوليفارد. كانت إجازتك حلوة. أحلى من الحلوة.